بلاغ هو تذكير رئيس الحكومة السيد أحمد الحشاني. الحريات مضمونة في الدولة التونسية أكثر من أي وقت مضى. عندما نقرأ يعني أسلوب تقريري وتأكيدي في الوقت الذي عبرت فيه منظمة العفو الدولية، نشوفه في مارس جديد، احنا ايش نعطوا في تصريحات من انفسنا. اعطيني منظمة العفو الدولية في اخر تقاريرها وطلبت نجدة ماذا قالت عن تونس. اعطيني تصريح منظمة العفو الدولية ممكن. طيب في انتظار انه ننشر منظمة العفو الدولية وماذا كتبت عن تونس وعن ما يحصل. منظمة العفو الدولية تطلق لا ثم صورة اخرى. نعم، تونس سياسيون محتجزون ظلما لأكثر من عام، هذا 13 مارس راه الجمعة هذه فينا، ولكن رئيس الحكومة تقول الحريات مضمونة في الدولة التونسية أكثر من أي وقت مضى. عاصر عمر بن الخطاب مش عارف الدولة العادلة، كيفاش تقرأ تفسيرها؟ هو أخطأ في الصياغة سيد رئيس الحكومة، المفروض يقول الحقوق والحريات مضمونة أكثر من أي وقت مضى، نقطة، يرجع للسطر ويحط كان عجبك. كان عجبك. كان عجبك. كان عجبك. أنا أقر ما أريد، وأنا تمشيوا بسقية، وأنا أفكر من أجلكم، وأنا أضع الشركات الأهلية، وأنا أقوم بالصلح الجزائي، وأنا أبتز على عينك يا كاملة وما عندكش الحق تتكلم، وأنا أقاضي الصحفيين، يعني صحافي وصحفية كلموا بعضهم واتصلوا ببعضهم في إطار معلومة صحفية يلقاوا رواحهم. معناها هذا موجود في قضية تآمر، والآخر عنده 4 قضايا إرهابية. الحقوق فعلا والحريات مضمونة أكثر من أي وقت مضى. تمضي بجندك وكمل، معناها إما رد حبس كبير البلاد، وإلا خاطر أنا نشكر وكان مازال فما 12 مليون في تونس، يظهر لي قعدوا له 6 برك، الآخرين كلهم هجوا بالبلاد، والستة الآخرين معناها ما نعرفش شو كيفاش فكتيهم على ليبيا والجزائر وكهو اللي مخليهم. هات نقرا ماذا كتبت منظمة العفو الدولية حتى يعرف السيد المشاهد أننا بصدد تلاوة تقارير دولية منظمة العفو الدولية وليس تقارير معارضة، طالما أن المعارضة الآن في خانة العملاء حسب ما يتحدث الخطاب الرسمي. يحتجز السياسيون المعارضون، اعطينا الصفحه، جوهر مبارك وخيام التركي وعصام الشابي وغازي الشواشي ورضا بالحاج وعبد الحميد الجلاسي تعسفا منذ فيفري شباط 23 على خلفيه اتهامات لا تستند الى اي اساس بالتآمر على ان الدوله. وفي جانفي 24 رفض قاضي دعاوى الاستئناف الاخيره ضد الايقاف التحفظي مطول المحتجزين السته التي قدمتها هيئه الدفاع عن المعتقلين السياسيين، ويجري القطب القضائي مكافحه الارهاب يجري تحقيقات بشانه هم بتهمة محاولة تبديل هيئة الدولة. هذا منظمة العفو الدولية تحدث رأوا 13 مارس 24 أو جديد كلام هذا في نفس الأسبوع. ولكن المشاهد في الفصل 96 وقال ما نخدموش بقوانين ثار عليها الشعب. راهي التهم هذه موجودة في المجلة الجزائية، يظهر لي من وقت الاستعمار لم يثر عليها الشعب، ولا ما ريتهاش، ولا اللي هو يصلح بيك تخليه، واللي هو ما يساعدكش تحطه على جنب كما نعمله في ويل للمصلين. يعني أصبحت هذه المسألة لا تنطلي على أحد. وما نعرفش إذا كنت باش تتطرق يا أستاذ لبيان عمادة المحامين، أنت قل لي، لأنه زاد في نفس الإطار هذا يظهر لي صدر اليوم بيان عن عمادة المحامين يعني شذبت وسنكرت المساس بالحقوق والحريات وعدم اعتماد يعني الاوبورتونيتي نتاع التتبع، نسيت كيفاش الكلمة نقولوها بالعربي. نعم، ويعني تحدثت كثيرا، كان بيانا مطولا على مسألة الحقوق والحريات. هي شوف يا أستاذ، هو الـ يعني التوجه في حد ذاته هو توجه جميل جدا، ان شاء الله الناس كلها تفيق يعني ويحصل لها نفس هالاستفاقه هذه، ان شاء الله استفاقه حقيقيه لهيئه المحامين. كيفاش سامحني، نتمنى ان تكون استفاقه حقيقيه لهيئه المحامين لانه ثلاث سنتين ماضيتين استفاقه حقيقيه، لكن وقت اللي نشوفوا احنا غازي الشواشي محامي ليها عام معناتها اكثر من عام اكثر من عام رضا بالحاج كيف كيف، لازها العكرمي كيف قعد برشا في المعتقل وغيرهم، نعم، ونرسل من هم المحامين ولا تتحرك عمادة المحامين نرسل يعني بحيري كذلك نعم. وعندما أصبح السيد بودربالة يعني على شفا حفرة تكلمت العمادة، مثالش مش مشكلة، رغم ذلك احنا ناخذ الناس بنوايانا احنا الطيبة، ونقول الحمد لله على هذه الاستفاقة، وإن شاء الله ما يكونش معناتها فقط بسبب السيد بودربالة تحرك
العميد المزيو، لانه يا خيبه المسعى ونزيد نشوفه كيف كيف هياكل، معناتها عندها نضال يعني تاريخي، عندها تاريخ من النضال ورصيد من النضال اللي هو معناها من المفروض يكون جد مشرف، ونلقاوها في النهايه تصطف او لا تصطف بناء على مصالح شخصيه وبناء على يعني ناس معينين، كانه هي يعني قطاع بوزل نحركوا فيها للاسف. معناها اذا كان وليت هياكلنا اللي هي من المفروض هي تكون واقفه للحقوق والحريات، تتعامل بالمنطق هذا مع حقوق المواطنين وخاصه نعم. المحامين او القضاة ايضا اللي هما يعني دفعوا فلوسهم باش يرسموا في المحاماه، خذوا لهم فلوسهم وخليوهم هكاكه، يعني شوف لهم قد ايه عام واكثر تويك الساده القضاة النزهاء شرفاء انا نسميهم، هما يعني في وضعيه اجتماعيه رديئه جدا. نعم. علاش على حساب شكون؟ ماهمش توانسه هذوكم، ماهمش توانسه، معناها كيف يسمح له ضميره رئيس الجمهوريه انه يجوع ناس عندها عائلات وعندها التزامات؟ حقيقه حسبي الله ونعم الوكيل في هذا الشرف الكبير، معناها شيء ياسف فعلا. ان شاء الله استفاقه حقيقيه هيئه المحامين. ذكر ان هيئه المحامين هي رايحه حازه على الجائزة نوبل، المحاماه الركن الركين في كل عصر الدفاع عن الديمقراطية في عصور الدكتاتورية، غايبة، تعرف كل يعرف أنها غايبة في السنتين الأخيرتين حتى في عهد بودربيلة. إن شاء الله استفاقة حقيقية ولا يكون مجرد بيان، هذا أملنا جميعا.